السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة عليكم جميعا، وكل عام وانتم بخير. نستمر في سلسلة المحاضرات اللي هي كيف، وأولها اللي هي كيف نبني مجتمع. الأسبوع اللي فات احنا اتكلمنا عن الجندي المدني والجندية المجتمعية، واليوم هنتكلم على ازاي نبني مجتمع، كيف نبني مجتمع. في رأيي الشخصي ان بناء المجتمعات اصعب بكتير جدا من بناء الاهرامات او عجائب الدنيا السبعة اللي موجودة، سواء كان حدائق بابليون او الى اخره، او سور الصين العظيم او الى اخره. فبناء المجتمعات اصعب بكتير جدا 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 من عمل شيء يترك للتاريخ لكي يتندر به الناس او يتكلم عنه الناس. في بعض التعريفات اللي احنا هنتكلم عنها، يعني ايه مجتمع؟ المجتمع هو الموئل اللي بتعيش فيه الخلائق كلها، وهنا كل خليقه من خلائق ربنا سبحانه وتعالى بيكون لها دور، بيكمل دور الخلائق الاخرى اللي بنتكلم عنها لاجيال متبعه. فالمجتمع ده يعتبر زي موئل كلنا بنعيش فيه، بيكون اهم الخلائق في المجتمع ده هو الانسان، بيخش مع كل الخلائق الاخرى من حيوانات لطيور لحشرات لموارد طبيعيه اخرى، مياه جبال الى اخره الى اخره، بتعيش فيها الاجيال، والاجيال دي هي اللي بتكون المجتمع. الاجيال المتعاقبه بتكون هذا المجتمع. داخل المجتمع الكبير بيكون في مجتمع صغير، مجتمعات صغيره. كل مجتمع من المجتمعات الصغيره دي ها بتمثل خاصيه مجتمعيه مختلفه عن الخاصيه المجتمعيه الاخرى بتمثلها المجموعات الاخرى، لكن كلهم بيتكاملوا مع بعضهم، بيتكاملوا مع بعضهم في الادوار وفي الاداء لبناء المجتمع ده. وكل هذه المجتمعات الصغيره مع المجتمع الكبير بيكونوا منظومه البقاء للوطن وللشعب وللمجتمع الكبير نفسه. كل هذه الوظائف، الوظائف والخصائص لابد ان تتجانس، تتجانس مع بعض. ليه؟ عشان تقوي شبكه المجتمع او القاعده القويه اللي بتربط المجتمعات من اسفل، اللي هي الشبكه المجتمعيه اللي تربط المجتمعات الصغيره بالمجتمع الكبير، والمجتمعات الصغيره ببعضها البعض، وحتى المجتمعات الصغيره تنقسم الى مجتمعات اصغر، ثم تصل الى العائلات والقبائل، ثم تصل ايضا الى اللي هم الافراد نفسهم. يبقى المجتمع ده هو الموئل اللي احنا كلنا بنعيش فيه مع بعض، وكلنا دور واحد بنتكامل فيه كلنا مع بعض في اداء هذا الدور لبناء مثل هذه المجتمع. ده التعريف الاولاني. ازاي بنبني مجتمعات؟ الامر بسيط لكنه عايز وقت طويل عشان نبنيها. اول المسيره اللي بنسميها البروسيس قد يبداها فرد أو مجموعة من الأفراد. قد يبدأها فرد أو مجموعة من الأفراد. وبعد هؤلاء المجموعة ما تجلس ويبتدوا يعملوا بعض المبادرات، هذه المبادرات بتتحول لمنظومة أو نظام أو سيستم. يبقى من مسيرة قد تكون عشوائية أو بمجرد تجربة إلى تجارب مبادرات بنقوم بها علشان بعد كده هو نحمل منها النظام، والنظام ده بنعمل له أطر. يعني ايه أطر؟ أطر تخلي النظام يمشي على طريق واحد، لا يحيد يمين ولا يحيد شمال. يبقى بعد المسيرة اللي بنسميها باللغة الإنجليزية البروسيس بنحولها لسيستم من خلال المبادرات اللي احنا بنعملها، وبعدين بنضع لها أطر. الأطر دي بنحتاج ان نجيب لها ناس متخصصين هم اللي يعملوها. قد لا يكون هؤلاء الناس هم من بدأوا المسيرة وبدأوا المبادرات نفسها، دي عايزة تخصص أكتر. يعني من ما من ما من مسيرة بروسيس لمنظومة لأطر اللي احنا بنسميها الفريم ورك بتاع الشغل ده نفسه. مجرد ما عملنا الفريم ورك للمنظومة دي كلها بنبتدي بقى نضع سياسات نتفق عليها عشان تعمل منهجية عمل وتعمل فيها مرجعية ومحاسبة ومذهبية فكرية. هذه الأشياء كلها تمشي لكي تكون المناخ الثقافي والمناخ السياسي
ها والمناخ الفلسفي لبناء المجتمع، يعني منظومه صغيره مبادرات نظام لاطر لوضع السياسات نتفق عليها كلنا في بناء مثل هذه المجتمعات. بعد كده بنحولها لصناعه، صناعه مجتمعيه. يعني ايه صناعه مجتمعيه؟ الصناعه لا تنجح بدون ما يكون هناك اطر وسياسات ماشيه وفق نظام معين. اطر وسياسات ماشيه وفق نظام معين. مين اللي بيعمل الصناعه دي؟ الصناعه بتكون دي هي النتاج النهائي اللي بتشترك فيه كل مكونات المجتمع. كل مكونات المجتمع في التخصصات المختلفه والمبادرات والثقافات والعقائد، وكل مكون مجتمعي بيصنع هذه الصناعه الكبيره اللي بتكمل الصناعه اللي بيبرز بها المجتمع للخارج ويبتدي يتنافس فيه مع المجتمعات الاخرى، سواء على المستوى الوطني او على المستوى الاقليمي او على المستوى القاري او على المستوى العالمي. يبقى من بروسيس اللي هي منظومه، اللي هي مسيره لمنظومه ونظام لاطر لفريم ورك للسياسات للبوليسي للاندستري اللي احنا بنتكلم عنها. الامر ده زي ما انا قلت من قبل ان هو اصعب من بناء الاهرامات واصعب من بناء اللي هي عجائب الدنيا السبعه اللي بنتكلم عنها. دي قاعده اساسيه في بناء اي مجتمع. قاعده اساسيه في بناء اي مجتمع. قاعده دي واقفه على ايه؟ واقفه على المعرفه. اهم شيء في هذه القاعده المعرفه. معرفه معناها ان الانسان او المجموعه اللي بتبني المجتمعات عندها علم ودرايه وادراك ومعرفه. ولا ننخدع بمن يحصلوا على شهادات عليا من الجامعات وهم اكثر من الجهل في الجهاله بتاعتهم. المعرفه المجتمعيه تختلف عن الدراسات الجامعيه وعن الشهادات اللي احنا بناخدها. بعد ما نكون المعرفه دي بيكون عندنا ايمان باننا هنتكامل في ادوارنا مع كل مكون مجتمعي اخر. ولابد في البناء ان التدرج التدرج التدرج. معرفه ها اساس، وبعدين التكامل في الاداء ومع المكونات الاخرى في المجتمع، ثم ان نتدرج في البناء. ما فيش مجتمع بيبنى بين عشية وضحاها. ما فيش مجتمع بيبنى بإيه؟ بالطفل المعجزة اللي بيحكم دولة من الدول ويصحى من النوم بيقول والله أنا شفت حلم وإيه وهعمل كذا. لا، ما ينفعش. كل ده كلام زي ما قال فيه عادل إمام قبل كده، أخ عادل إمام، إيه فنكوش. فنكوش في البلوش. فمعرفة، تكامل، تدرج. سيستم مش حواليه. بعد ما تدرج هنبني بقى كل الانظمه الشامله الكافيه. يبقى معرفه، والمعرفه ده فرض عين. التكامل ده ايمان ان انا هشتغل مع اللي معايا اللي جنبي وانا هعمل دور هو هيعمل دور ثاني، وكلنا نبقى عارفين ان احنا هنبني بالتدرج المجتمع عشان نبني الانظمه الشامله الكافيه لبناء هذا المجتمع. ده قاعده البناء. كان في صريحه اللي هي بتاعت الحكمه. هجيبها دي قبل كده. دي في الاول كان موجود. ايه الحكمه من بناء المجتمعات؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى وضع قاعده في بناء اي مجتمع. فكون اللي هو احنا بنسموه الناموس الاعظم، ناموس الكون اللي بيدير كل الخلائق وكافه الخلائق اللي ربنا خلقها، سواء كانوا بشر او كانوا من الطيور او كانوا من الحشرات او كانوا من الاسماك او كانت من الجبال او كانت من الرياح الى اخره الى اخره. فده الناموس الاعظم ماشي، او من الكواكب ماشي من وفق نظام ايه رباني كبير. واحنا بنبني المجتمع لابد نعرف ان احنا بنبنيه وفق النظام الصغير اللي احنا في داخل المجتمع اللي ما بيتعارضش مع ناموس الكون. اهم شيء في بناء المجتمع اللي هو تدافع من اجل البقاء. لو لا دافع الله الناس بعضهم بعض لقدم الصوامع وبيع وصلوات ها ومساجد تقوم فيها ذكر الله الى اخره. فلما يبقى اهم القاعده عندنا هنا اننا كلنا بنتدافع من اجل ان نبقى. يعني بناء المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده من اجل البقاء. التدافع ده لو لا دافع الله الناس بعضهم بعض من اجل ان يبقى ويقوى المجتمع. فلا بد ان نتدافع تدافع ايجابي لكي نتدرج في بناء هذا المجتمع.
تيجي التدرج مره اخرى هنا تاني. مفيش بناء دون تدرج. يبقى الحكمه هنا هو اننا نتدافع من اجل البقاء والبناء بالتدرج هذا. وهنا النقطه الثالثه دي ان احنا بنتميز كافراد. نتميز في التخصصات، نتميز في القيادات، نتميز في الخبرات، نتميز في كل شيء. ويحكمنا او يقودنا او يوجهنا الاصلح فينا والاكثر خبره فينا. ده التميز ما بين بني البشر، تميز بين بني البشر. ويتميز بين البشر بينه وبين الخلائق الاخرى. يعني مين هيكون قائد المجتمع؟ اكيد الانسان. مش هيكون قرد ولا غزاله ولا جاموسه بتقود المجتمع، لكن هذا الانسان اللي هيقود المجتمع يبقى متميز عن باقي افراد المجتمع من البشر لكي يستطيع ان يدير هذه الحلقه في النظام الداخلي لبناء المجتمع. يعني بنتكلم هنا الحكمه الاساسيه وفق الناموس الاعظم للكون اللي هو خلقه ربنا سبحانه وتعالى ووضعه ربنا سبحانه وتعالى، نتدافع من اجل البقاء، نتدرج في بناء المجتمع، وبنتميز بين بعضنا البعض، وبنتميز بين بعضنا البعض، ونتميز بيننا وبين الخلائق الاخرى. نرجع تاني هنا نشوف بقى كيف نبني المجتمع بقى، وايه المكونات بتاعت المجتمع. اول حاجه بتكون عندنا قاعده مهمه جدا جدا في فلسفه البناء دي، اللي هي الاساسيات. في خمس او ست اساسيات. شراكه، ها يكون كل شيء مبني على الشفافيه. مفيش قائد في المجتمع يخبي حاجه. انت ومالك وانت وما عندك للمجتمع. ها المحاسبيه، يكون في مجموعه بتحاسب من يكونون قائمين على ابناء هذه المجتمعات. احترام لكل فرد من ابناء المجتمع، مفيش اقليات واغلبيات، لا كل مواطن في او من ابناء المجتمع له حق الاحترام، العدالة في التوزيع، العدالة في الحكم، العدالة في كل شيء، وبناء المجتمعات بيبنى على الشراكة معاهم، يبقى الشراكة والعدالة والاحترام والمحاسبة والشفافية تكون دي القاسم المشترك الأعظم في كل مرحلة من مراحل البناء هذه، اللي بتبدأ أول حاجة في بناء المجتمع اللي هي معرفة مكونات المجتمع. لابد لمن يتصدر لبناء المجتمع أن يعرف كل مكون مجتمعي. سواء كان مكون مجتمع ده بشري من القبائل والعائلات والمكونات الاخرى، او من غير البشر من الخلائق الاخرى والمصادر الاخرى اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم بها على هذا المجتمع. لابد، ما ينفعش نبني مجتمع من غير ما نعرف كل مكون من مكونات هذا المجتمع. ثاني حاجه قاعده الاشراك، لابد ان يشترك في بناء المجتمع كافه الاطياف والتشكيلات، ولا يهمش احد. ولا يميز احد عن اخر. الميزه فقط تجي بالقدره على الاداء والكفاءه والخبره والمعرفه. يبقى ده اصبح قاعده ثانيه، اننا ايه؟ اشراك كافه الاطياف والتشكيلات، ولا يحدث استثناء او تهميش البعض. ولابد هنا نعرف، احنا قلنا معرفه المكونات هنا. لكن هنا ما لابد ان نعرف معرفه دور وفعاليه كل مكون من هذه المكونات المجتمعيه. انا ليه بحتاج بعض الموائد الطبيعيه داخل المجتمع اللي هي الغابات دي؟ لانها من غيرها هيختل البناء المجتمعي. الارض الخضراء اللي موجوده في المجتمعات اللي احنا بنحاول نبيعها، او لما نشوف اللي هي الغابات اللي هي موجوده مثلا في الامازون، وبيحاولوا الحروب اللي ما بين المجتمع وما بين الحكومة عشان تستقطع منها أجزاء علشان تستبيعها لبعض المستثمرين، وإزاي مجموعات الضغط المحلية المجتمعية بتقاوم هذا لكي لا تضيع مثل هذه المواد. احنا بنقول مثلا الأمازون أحد الرئات الإيه اللي بيتنفس منها العالم كله. الأراضي الخضراء في كل حتة، الأنهار اللي موجودة إلى آخره. لابد نعرف دور وفعالية كل مكون مجتمعي. تاني حاجة، ايه هي مصادر القوة والضعف لكل مجتمع؟ في كل مجتمع لابد على القيادة المجتمعية ان تحدد مصادر القوة اللي عندها فتقويها، ومصادر الضعف فتعالجها. الإلمام بقى دي مهمة جدا النقطة دي. لابد ان نعرف ثقافة وقيم وتراث وتاريخ وفلسفات وعقائد المجتمعات اللي بنشتغل معاها. وليس انك عايش في دولة واحدة او في وطن واحد يبقى كل زي بعض. ابدا. يبقى في موزايك، وفي فيها اللي هو بنسميها ايه بنسميها دايفرستي، او اللي هو مش عارف بالعربي يسموها ايه يعني. فاللي هو دي لابد نعرفها.
يعني هو احنا ضربنا مثلا من الامثله على انواع القبائل المختلفه في بلد معين، لو كان مثلا بنضرب بمصر، مصر القبائل اللي موجوده في سيناء تختلف عن القبائل اللي موجوده في مطروح، تختلف عن القبائل اللي موجوده ايه في النوبه في الجنوب، وكلهم مصريين. وكذلك في ليبيا القبائل اللي موجوده في الجنوب عندها تختلف عن القبائل بتاعت شرق ليبيا، تختلف عن القبائل اللي موجوده في غرب ليبيا الى اخره. فدي مهمه جدا ان يعرف ثقافه كل ثقافه وقيم وتراث وتاريخ وفلسفات وعقائد كل المجتمعات. دور المراه والشباب اللي هم بيكونوا 60 او 70% من المجتمع لابد يكون لهم دور بارز في بناء المجتمع. وبعدين هنا مهمه جدا ان اعطاء المبادرات او زمام المبادره لمين؟ لابناء المجتمع المحلي. لان احنا عايزين نفرز منهم طاقات ونطلع منهم قيادات. يبقى زمام المبادره لكل مجتمع محلي في كل قريه او في كل محافظه او في كل ولايه او في كل مدينه يكون القياده من داخل ابناء المجتمع المحلي. الا نصطدم، قاعده عدم الاصطدام دي موجوده على طول، الا نصطدم بالحكومه المحليه وما يكونش لنا عندنا ايه اجنده خارجيه. في بعض الناس يعني بيعتمدوا على تمويل خارجي من الخارج ويكون لهم اجنده خارجيه، وبعد كده هو تحكيم الاصلح وليس الاقرب. يعني اذا كان حزب هناك من الاحزاب بيحاول يحكم مجتمع ما او بلد ما الى اخره، فقد يعتمد فقط على اللي هو عضويه الاحزاب وليس على الاصلح في هذا المجتمع. والامر الاخير اللي بنتكلم عنه اللي هو عدم التسرع على الاطلاق في جني الثمار. حصلت ثوره النهارده، كل عايز يحل مشاكل بلد بكره، ده بياخد سنين ان لم يكن بياخد عقود عشان نصلح المجتمع ونبني المجتمع. المده الزمنيه لبناء اي مجتمع، لو احنا دخلنا على التاريخ نلاقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذته المده دي 23 سنه، رغم انه كان مؤيد من السماء من ربنا سبحانه وتعالى عنده بالقران وبالملائكه وبالصحابه الى اخره. وفي الواقع الحالي في بعض الدول خلال 20 ل 25 سنه زي ماليزيا. فما فيش مجتمع بيبنى بين عشيه وضحاها، وفيش مجتمع بيبنى في سنه او سنتين او 6 اشهر الى اخره. فلا بد من يريد ان يبني هذه المجتمعات يعلم او تعلم جيدا ان الوقت لابد ان يكون جزء من البناء، والصبر يكون جزء من البناء، والمشاكل اللي هتقابلك في سبيل بناء المجتمع تكون هي عامل من عوامل انجاح هذا البناء. من 10 سنين قد تصل الى 30 سنه. دي اتكلمنا عنها احنا قبل كده عن الحكمه في بناء المجتمعات. خطوات البناء 3 خطوات. اول حاجه كلنا بلا استثناء نكون مؤمنين ان احنا عايزين نبني منظومه ونبني صناعه. يبقى الايمان ركن اساسي في بناء اي مجتمع، مهما كان المجتمع ده بدائي او متقدم او متخلف. يبقى اول عنصر الايمان دي قاعده اساسيه وركيزه اساسيه. الثاني التكامل في الادوار، لا تتميز مجموعه عن مجموعه. قد يكون الغالبيه في المجتمع من جهه معينه او من مجموعه معينه ولا تحتاج الاخرين، هذا خطر. لابد اشراك كل المجاميع او المكونات المجتمعيه داخل بناء هذا البناء المجتمعي في كل المراحل البناء. والاخيره اللي هو كلنا شركاء، كلنا شركاء في بناء الايه؟ المجتمع. وهناك الشراكه تكون قائمه على المساواه بين المكونات المختلفه داخل المجتمع والقوى المختلفه داخل المجتمع، لان كلنا سواسيه في بناء المجتمع. ايه هي المؤسسات اللي بتساعدنا في بناء المجتمع؟ هتلاقي في مؤسسات كتيره جدا موجوده عندنا، منها من اهمها للمؤسسات الشبابيه والنسائيه، واللي انا بركز عليها دايما ليه؟ لان حوالي بيمثلوا 60 ل 70% من اي مجتمع، اللي هو مؤسسات الدوله المستقله، الاحزاب والنقابات، المؤسسات القضائيه والتشريعيه، الحكومه الحاليه، القيادات التقليديه اللي احنا ساعات بنهملهم من العمد ومن مشايخ القبائل ومن الوجهاء ورؤساء العائلات الى اخره، المؤسسات الدينيه المستقله ايضا، ولابد تكون مؤسسات دينيه مستقله مش مسيسه، المؤسسات الامنيه والعسكريه، المجتمع المدني، وده مهم جدا 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 جدا. ما لن يبنى اي مجتمع ولن يتقدم اي مجتمع بدون وجود مؤسسات مجتمع مدني قويه ومؤسسات مجتمع مدني قوي. الاعلام طبعا مهم جدا، قد يكون اعلام مضلل لكن لابد ان نوجه هذا الاعلام من خلال الضغط اللي بيجي لها من مؤسسات المجتمع المدني او من الاحزاب والنقابات او من اللي هو
المؤسسات الاخرى المستقله الى اخره. وطبعا مهم جدا المؤسسات الفكريه والبحثيه، كل هؤلاء هم مؤسسات تشترك جميعها في بناء المجتمع. انا ليه بتكلم عن بناء المجتمع في الوقت اللي عم نتكلم فيه دلوقتي؟ لان احنا دلوقتي احنا عايشين في وقت هو بيتكلم فيه عن الارهاب، بنتكلم فيه عن التطرف، بنتكلم فيه عن الرجعيه والانعزاليه الى اخره الى اخره الى اخره، والاحباط اللي بيصيب الشعوب. فان اردنا ان نحارب كل هذه الامراض فلا بد ان نبني مجتمع قوي، ولن يبنى مجتمع قوي بدون وجود مجتمع مدني قوي ومؤسسات مجتمعيه مدنيه قويه تراقب مثل هذه المؤسسات وتراقب عمليات بناء المجتمع. عوائق البناء، اي بناء دايما ليه عوائق، اي بناء دايما اهم عائق فيه هو زي ما انا اتكلمت من دقيقه اللي هو الاثار السلبيه الناجمه او الناتجه على سياسه الحرب على الارهاب. يعني 50 ل 60% من نفقات الشعوب او امكانيات الشعوب بتصرف على منظومه محاربه الارهاب ونحن لا نعرف تعريفها للارهاب الى الان. فدي سلبيه. وبعدين تخويف الناس وترويع الناس باشياء اسمه ارهاب، والارهاب قد يكون موجود لكن مش بالشكل اللي احنا مضخمينه ده. وده قد يكون نرجع لفيلم الفنكوش اللي عمله عادل امام قبل كده، هو في ارهاب فنكوشي وارهاب بلدوشي الى اخره. من العوائق الاخرى اللي هي الكوارث الطبيعيه اللي تستنزف يعني مقدرات المجتمع. ها؟ تدخل القوى الاقليميه والدوليه عندهم رغبه اكيده في الدخول في منطقه معينه. عندهم ايه رغبه فيها والتحكم فيها. الدوله العميقه اللي داخل الدوله. داخل الدوله في مؤسسات للدوله معروفه للمجتمع، في مؤسسات للدوله غير معروفه، لكن في مؤسسات للدوله العميقه الفاسده داخل الدوله، داخل اللي هو مؤسسات الدوله او المؤسسات اللي هي الدوله العميقه اللي هي بتحاول تهدم الدوله من الداخل، سواء في المخدرات، سواء في السلاح، سواء في الارهاب، سواء في الدعاره الى اخره الى اخره الى اخره. من اهم العوائق ايضا ان احنا لما نيجي ناخد حكومه معينه او عايزين نعمل احلال سريع، يعني نشيل كل القدام دول وحط جداد، ده غلط. مفيش ابدا نظريه الاحلال السريع لن تبني مجتمع، بل ستحدد الفرقه والخصام بين العاملين في داخل مؤسسات الدوله. ارتفاع سقف التوقعات عند الشباب خاصه، احنا خلاص غيرنا النهارده يبقى كل حاجه هتتغير بكره والدنيا هتبقى ربيع والجو بديع ونبتدي بقى ايه نجيب الاغاني الحلوه دي اللي بتتكلم، لكن لا اغاني مش واقعيه. لكن مش عارفين ان لما بنحط البذره في الارض بتاعت المانجا او بتاعت البلح بتاخد لها 5 أو 6 سنين عشان تطلع ثمرة البلح أو ثمرة المانجا. يكون في حكومات ضعيفة أو حكومات دكتاتورية، الضعيفة بتقاد من الشعب بالتشكيلات المختلفة، والدكتاتورية بتحجم الشعب وتحجم إمكانياته وسقفه، فدي برضك تكون عائق آخر في عوائق بناء المجتمع. عدم وجود زي ما قلت أنا قبل كده، عدم وجود قطاع مدني قوي ومؤسسات مجتمع مدني قوية تحاول تدافع او تبني المجتمع. والدوله اللي قلت 50,000 مره اللي ما فيهاش مؤسسات مجتمع مدني قويه هي دوله هشه مهما كان عدد سكانها ومهما كان تضخم مدنتها ومهما كان قواتها العسكريه والامنيه. يبقى عدم وجود مجتمع مش لن يبني هذه المجتمعات بالدرجه الاولى الا مؤسسات المجتمع المدني اللي بتتكلم عنها ده، وتشترك في هذا مع الحكومه مع القطاع الخاص مع المؤسسات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. وجود مشاكل اقتصاديه ايضا بتسبب عائق ايضا، اللي هي البطاله والتضخمات الاقتصاديه اللي عندنا موجوده. عدم وجود كوادر مدربه اللي هم الهيومن ريسورسز اللي هم جزء من اللي هو القطاع المدني. القطاع المدني ده مهم جدا ان هو بيطلع لنا الكوادر المدربه اللي احنا ممكن نخليهم يقودوا مثل هذه المبادرات في بناء المجتمعات. يبقى صراعات ونزاعات داخليه بين القبائل، بين العائلات، بين الاقل اللي هم الناس اللي ايه المتصارعين، وفي الثورات بناء المجتمع في وجود الثورات يختلف عن بناء المجتمع خارج الثورات. وجود فساد اداري ايضا، ده موجود يمكن في دول كثيره جدا جدا بما فيها الدول المتقدمه، بس تختلف نسبه الفساد من 90% في بعض الدول الى 5 و10% في بعض الدول الاخرى.
الحروب اللي حاصله في المناطق المختلفه اللي بنتكلم عنها دي، ودي بتستنزف القوى البشريه، مصادر البشريه ومقدرات المجتمع كلها. ومن اهم هذه العوائق الجهل. الجهل اللي هو اهم من الحرب على الارهاب، لان لو احنا عندنا امه غير جاهله تستطيع ان تستبدل الارهاب والحروب والصراعات بالسلام والامن والرخاء. فلذلك الجهل ده من اهم العوائق التي تؤدي الى الحروب، الى الفساد الاداري، الى الصراعات، الى عدم وجود كوادر مدربه، الى مشاكل اقتصاديه، الى 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 الى. فلذلك انا حطيته فوق، هو اهم ايه من كل النقاط الاخرى. عدم الاستقلاليه، لما تكون انت مسؤول في قائد في المجتمع او مسؤول عن شيء معين وقرارك مش عندك، قرارك عند ايه؟ واحد معاه في الحته دي. طب هو ده ما يجي يقعد هنا احسن. لا، هو قاعد هنا بس بيملي على هنا، وده خطير جدا جدا جدا، ان عدم وجود شفافيه وعدم وجود استقلاليه في اتخاذ القرارات. دي كلها عوائق بنتكلم عنها. ازاي بقى نبني المجتمع في مناطق الصراعات اللي بنتكلم عنها؟ نفس الكلام احنا بنحاول نكرره تاني. لابد علينا ان نتعامل مع كافه الاطراف المتصارعه، ان نطبق الحياديه وعدم الانحياز، ان نكون متخصصين في العمل اللي بنقوم به. يعني اللي بيعمل عمل انساني متخصص في عمل انساني، عمل سياسي متخصص في عمل سياسي، عمل اقتصادي متخصص في عمل اقتصادي، عمل عسكري متخصص في عمل، وهكذا. ما نخلطش الاجندات بعضها ببعض. وبعدين نحاول نتحاشى ان يكون في عندنا رموز مجتمعيه محسوبه على تيار معين وهي تعتبر مستفزه لعمليات بناء المجتمع داخل مثل هذه الاماكن في مناطق الصراعات. العمل بالمتاح. صحيح انا قدرتي ان انا اعمل اشياء كثيره، لكن ميزانيتي وعدد الناس معايا شغالين بيكون بشيء ثاني، فانا اعمل بالمتاح مش بالقدره على التنفيذ. التحكم في انفعالاتنا، يعني واحنا قاعدين نعتبر ان كل اللي قاعدين في 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 بناء المجتمع ده اثناء الصراعات هم زينا بالظبط، عندهم مشاعر واحاسيس واراء وافكار، لابد ان احنا نحترمهم، نبني مبدا الشراكه مع الاخرين، معاهم كلهم لا نستثني احد، ونركز على ان كلنا موجودين هنا علشان نبني مجتمع من اجل المواطن، ليس من اجل الحزب او من اجل الجماعه او من اجل الجمعيه او من اجل شخص معين، لكن كلنا بنبني هذا المجتمع من اجل المواطن اللي هو انا وابني وبنتي وخالتك وعمتك وستك الى اخره. معرفة، لابد يكون عندنا معرفين من هي القوى المتسارعة وكيفية التعامل معها. كل هذه الأشياء بتحدد بالنسبة لنا أطر إزاي نبني بها المجتمعات في مناطق الصراعات. اللي بيدير المراحل البناء دي لابد يتميزوا ببعض الأشياء، منها أهم شيء حسن الاستماع والفهم والتحليل والحيادية. لابد ان يكون من يدير هذه النقاشات سواء كان في مناطق الصراعات او غير مناطق الصراعات عنده حسن الاستماع والفهم والتحليل. لابد ان يكون عندنا نطوي صفحات الصراعات الداخليه بيننا وبعضنا، ونفكر في الحلول. نفكر في الحلول مش في المشاكل. مش كيف نحلل المشاكل فقط، نفكر في الحلول. وتعلم من تجارب الاخرين، تجارب في جنوب افريقيا، تجارب في ليبيريا، تجارب في البوسنة، تجارب في ماليزيا، تجارب في كل هذه الأماكن اللي استطاعت أن تبني في سريلانكا إلى آخره. تشجيع كل مبادرة، ليه احنا بنشجع المبادرات؟ عشان كل مبادرة بتطلع لنا قائد في المجتمع. طلعنا ليدر. فكل المبادرات اللي عندنا من الشباب ومن النساء ومن كل هؤلاء طلع لنا تفرنا القيادات. نستثمر في البحث والتعليم، يبقى اللي موجود هنا هو يركز على البحث والتعليم، لأنه هو أساس بناء المجتمعات، يكون عندنا رؤى وخطط واضحة نمشي وراها، مش ماشيين دون نهج او دون هج. ونكون نرجع تاني لقاعده التدرج ايضا، مفيش شيء هنحطه نضرب بالفاس الارض فتطلع لنا بعد كده شجره مانجا في خلال ضربتين بالفاس الى اخره. ده كله كلام احلام العصافير. نحافظ على روح العطاء والعمل وبروح الفريق. روح الفريق دي معناها كلنا شركاء في بناء الوطن وفي بناء المجتمع وفي بناء المنظومات اللي عندنا كده، وعدم الاستسلام للفشل. واحنا بنبني اي مجتمع بتحصل فيه تجارب فاشله، فلابد ناخد الفشل لتكون خطوه من خطوات بناء النجاح فيما بعد. وهنا مهمه جدا، ودي اللي هي نفسنا،
في برنامج في التلفزيون اسمه نفسنا، مش عارف مين البطلات بتوعه، متنفسنات بيتنفسنون عننا، فالتنازل عن بعض الاراء من اجل المصلحه العامه اللي هي نفسنا بنتكلم عنها دي، وبين يكون واحنا بنبني المجتمع وعايزين ندير المراحل دي كلها يكون عندنا على تاهيل الاجيال وبناء الشباب والاتفاق مع بعض على سياسه واضحه لتبني ثقافه وقيم واخلاقيات المجتمع اللي احنا بنبنيه. فده بيكون على الرؤيه دي عند من يريد اداره مراحل بناء المجتمع. طيب دي اخر شريحه وهنتكلم فيها عن ايه؟ اين نستثمر قدراتنا؟ اهم ثروه عندنا هي القدرات البشريه. اهم واحده عندها اعلى عائد استثماري في اي وطن، اعلى من البترول واعلى من الغاز واعلى من الزراعه واعلى من الصناعه واعلى من السياحه وكل الحاجات، واعلى من الرياضه، لان هو الفرد او المواطن هو اكثر المصادر وقدرات المجتمع قدسيه، واعلى عائد استثماري ياتي منه. فنستثمر في القدرات البشريه نمره واحد، بعدها ننظر لكافة القدرات الأخرى اللي أنا اتكلمت عنها، الزراعة والصناعة والطرق وإلى آخره، وإيه تاني يا ربي، والسياحة إلى آخره إلى آخره إلى آخره. الناس طبعا إيه بتحاول تربط الحاجات دي كلها وإيه وتهمل المواطن نفسه. إن أهملنا المواطن لا في زراعة ولا في صناعة ولا في تجارة ولا في سياحة ولا في كورة ولا في كأس أفريقيا ولا كأس العالم إلى آخره. أهم قدرة هنا هو اللي هو الاستثمار في الشخص نفسه، سواء كان الشخص ده رجل أو امرأة، فتاة أو شاب. كيف نوفق بين هذول؟ في قدرات كاملة بتاعت البلد، إن هو في قدرات بشرية. لابد في هذا الأمر أن نعتمد قاعدة التعليم. إحنا أمة اقرأ، أول سورة وأول كلمة من القرآن كانت اقرأ. اقرأ معناها الفهم والإدراك والوعي. اعتماد التعليم بكافة أنواع التعليم. في تعليم تقليدي اتعودنا عليه، أنا عايز أجوز بنتي للدكتور، أنا عايز أجوز بنتي للمهندس، طب أنا عايز أجوز بنتي للسباك، إيه الحرام فيها؟ فالتعليم بكافة أنواع بيكون هو الصلبة، القاعدة الصلبة التي تبني فوق أساسها على أساس التعليق اكتشاف الثروات. لن نكتشف ثروات بلدنا وقوة ومقدرات مجتمعاتنا إلا إن اعتمدنا قاعدة التعليم بكافة أنواع، التعليم المهني، التعليم التخصصي، يعني مثلا من أنجح الأكاديميات اللي موجودة دلوقتي الأكاديميات الرياضية. يعني اجمعنا الأهلي والزمالك ومانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد وإي سي ميلان بيستثمروا في الأطفال عشان يحولوهم لنجوم ويبيعوهم بملايين الدولارات، واحنا ما بنستثمرش في ابنائنا وبناتنا في التعليم لكي يتحولوا الى مصادر ثروه قوميه كبيره في المنطقه. فنرجع للاخر عشان ايه؟ احنا خلصنا. ان اردنا ان نبني اي مجتمع فلابد علينا من ان نشرك كافه مكونات المجتمع معنا من اول يوم الى اخر يوم، ونبنيه على مبدأ الشراكة والتكامل والاحترام والشفافية والمرجعية والمحاسبية. ها، وعلينا ألا نستثني أحد من بناء المنظومة المجتمعية. وبناء المجتمعات زي ما قلت إن هو أصعب بكثير جدا من بناء الأهرامات وبناء كل هذه المعجزات أو اللي هي عجائب الدنيا السبعة. ها، وقاعدة التعليم هي أهم ركن، التعليم والمعرفة أهم ركن من أركان بناء المجتمع. كذلك التدرج مهم جدا جدا جدا، عدم التسرع وعدم اللي هو التسرع في قطف الثمار، وكذلك التكامل بيننا وبين كل المكونات المجتمعية الأخرى. أشكركم جميعا ونراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.